يجد حاجة حلوة يا سيحة؟ لا كله زبالة النهاردة يا بشار. يعني محدش يهمكم، يعني ما تعرفوش أهلكم فين؟ أنت عندك كام سنة؟ ما عندي 40 سنة. طب نقول الكلام ده من 20، من 25، من 30، تفتكر يعني من 30 سنة هيفتكروك؟ ما تزعلش نفسك، حالك من حال المستعمرة، كل الناس هنا ما تعرفش مين أهلها. افرض لك انت اهل، ده انت مكذوب، لا بتعرف تركب عربية ولا بتعرف تركب قطر. انت نسيتنا ولا ايه؟ راسي للمدرسة النهاردة. انت قلت ما بيقديش صح؟ لا الواد ده مش ابنه، حكايته مش راضي يسيبني وانا ماشي. امال انت بتدور على اهلك ليه؟ وداني المستعمره وقال لي هرجع لك وما رجعليش. ولا ايه؟ معرفش. مش هما تلاتة؟ والاتنين فين؟ معرفش.